السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد في سوبر ماما. لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي، انا بعمل فيديوهات عن صحة البيبي وصحة الماميز عشان نبقى كلنا سوبر ماما. وعشان يصلك مني كل جديد، اعملي اشتراك في القناة من تحت الفيديو وفعلي زرار الجرس. فيديو النهاردة سريع وبسيط، هنعمل فيه السيريلاك للبيبي بطريقة مظبوطة نتفادى فيها كل الاخطاء اللي بنقع فيها ونخلي السيريلاك يكلكع مننا. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ، في ملحوظات مهمة جدا لازم نعرفها مع بعض. أول حاجة، البيبي لما بنبدأ نأكله السيريلاك، هنبدأ معاه في سيريلاك الرز، هنجربه 3 أيام ورا بعض عشان نشوفه عنده حساسية منه ولا لأ. وهنعمل كده في أي أكل جديد هنجربه وهندخله للبيبي. بلاش نبدأ بسيريلاك القمح، عشان القمح فيه مادة الجلوتين، الجلوتين دوت اللي هو بيبقى في القمح اللي ممكن تسبب حساسية للأطفال، فبلاش نبدأ بيه. اول حاجه هنبدا بكميات صغيره جدا للبيبي، حوالي 2 معلقة من السيريلاك. انا بفضل ان انا ابدا السيريلاك في الاول، بشتري السيريلاك اللي هو بدون لبن وبعمله انا في البيت بالميه، تمام؟ ممكن لو بتدي ابنك لبن صناعي او بنتك تبداي تحطي لها من اللبن الصناعي عادي، لو ما بتدي او ممكن من اللبن الثدي بتاع الام، بس انا بفضل ان انا اعملها بالميه عشان يبقى حاجه خفيفه، حاجه خفيفه على معده البيبي من اول، يعني في الاول. والسيريلاك يتاخد وجبة واحدة في اليوم، سواء فطار او سواء عشاء، يعني يتاخد او ممكن غدا، على حسب، يعني على حسب الوقت اللي انت بتأكلي فيه البيبي، فيتاخد وجبة واحدة بس في اليوم. يلا بينا بقى نبدأ السيريلاك مع بعض خطوة خطوة. اول حاجة هنغسل ايدينا كويس جدا ونعقمها، ونعقم الادوات كلها بالمية المغلية، الببرونة، الطبق، المعلقة، المعيار اللي بنعير بيه، اي حاجة هنستخدمها نغسلها كويس. هنغلي ميه في البراد ونسيبها تبرد خالص لحد ما تبقى فتره، ويفضل نستخدم البراد اللي استلس احسن من الكاتل للبيبي بالذات، علشان وكمان الميه كلها بنغليها كتير في الكاتل وبتزيد فيها الاملاح، فيفضل ان احنا نستخدم البراد للبيبي، او ما يغلي ندفع عليه على طول، ما نسيبهاش تغلي كتير على النار. تاني حاجه هنبدا بقى نعمل السيريلاك مع بعض. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض بطريقه كويسه. هنعاير الميه في الببرونه، انا بعمل للبيبي حوالي ده كده بيبي 6 شهور فيما فوق، فهنبدا نعمل له وجبه اللي هي بتبقى مكتوبه على السريع. انا 120 مللي ميه، تمام؟ نبدا بقى نحطها في الطبق. بسم الله، نبدا نحط الميه في الطبق. هنبدا نعمل مع بعض سريلاك الرز، تمام؟ هناخده مع بعض اهو. هو مكتوب على السيريلاك 5 معالق من السيريلاك. هنملى كده في المعيار بتاعنا اللي هو المعلقه، لو ما عندكيش المعيار ده بتعملي بمعلقه الاكل الكبيره. نبدا بقى ازاي نعمله دلوقتي. بصوا هنعمله ازاي، هنرشرش كده السيريلاك، باين قدامكم، هنرشرش كده السيريلاك اهو في الطبق. ادي دي المعلقه الاولانيه. لو باين هنرشرش، اهم حاجه ان احنا نوزعه كده، نوزعه كويس في الطبق علشان ما يكلكعش. دي المعلقه الثالثه، المعلقة الرابعة، والخامسة، دي كده آخر معلقة، تمام؟ يلا بقى نشوف هنعمل. تمام كده، قلبنا لحد ما السيريلاك تمام القوام بتاعه بقى مظبوط اهو، يقدر البيبي ياكله. السيريلاك بقى قوامه مظبوط، بقى متجانس جدا، ما فيهوش حبيبات، بقى تمام كده. هو ده السيريلاك احنا المفروض نعمله للبيبي، ان هو يبقى متجانس وما فيهوش اي حبيبات ولا فيه اي كلكعه. تفضلي تقلبي فيه لحد ما تتاكدي ان كل مكوناته دابت وبقى تمام، ما فيهوش اي كلكعه خالص. كده خلصنا السيريلاك. ملحوظات مهمه بقى بعد ما خلصنا السيريلاك لازم اعرفها لك. مجرد ما تفتحي العلبه
تستهلك في خلال شهر، شهر واحد من البداية، عشان من تاريخ الفتح. فعشان كده منفضلش انت تجيبي علبة كبيرة خالص، انت تجيبي العلبة الصغيرة احسن وتخلصيها على طول، لما تخلص تجيبي تاني. بعد ما تخلصي تبدأي تقفلي العلبة كويس جدا كده، نقفلها كويس جدا ونشيلها في التلاجة، مجرد ما فتحتيها تشيلها في التلاجة على طول، ما تسيبهاش على الترابيزة خالص، تمام. ودلوقتي بعد ما البيبي خلص الاكل بتاعه، اخر نصيحة، اول ما البيبي لو انت دلوقتي عملتي الوجبة البيبي اكلتيها ما كلهاش كلها، تبقى نصها مثلا او كل معلقتين او ما رضيش ياكل، فما ينفعش تشيلها في التلاجة وتقولي ما هاكلها له كمان شوية، لا، هو الاكل الوجبة بتتعمل وتتاكل في وقتها بس كده خلاص. لو عجبكم فيديو النهاردة اعملوا لايك وشير الفيديو، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله في سوبر ماما، واشوفكم على خير. باي باي.